قامت رئيس الجمهورية يلتقي بمساعد الرئيس السوداني وبعثه الخاص الذي حمل رسالة شخصية من الرئيس السوداني إلى نظيره التشادي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين. فقامت رئيس الجمهورية برفقة سيدة البلاد الأولى وصل اليوم إلى مدينة أنجرس حضرة إنذي الشرق للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية، وكان في استقبال ما وزير الثقافة الشباب والرياضة والتنمية السياحية. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الجادية. التقى مساء أمس فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمساعد الرئيس السوداني وبعوثه الخاص إبراهيم محمد السنوسي الذي حمل رسالة شفهية من المشير عمر حسن أحمد البشير إلى نظير التشادي. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تتعلق بتعزيز العلاقات المتميزة بين تشاد والسودان. اللقاء كان بحضور معاون رئيس الجمهورية والسفير السوداني لدى البلاد رشاد حسن صالح. جاء السيد مساعد الرئيس السوداني ومبعوثه الخاص إبراهيم محمد السنوسي لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وحمل المبعوث السوداني رسالة شفهية من الرئيس السوداني إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وخلال المقابلة التي جمعته مع فخامة رئيس الجمهورية أكد فيها السنوسي حرص السودان على المضي قدما بالعلاقات الثنائية بينها وتشاد إلى آفاق تخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين. وأضاف السنوسي بأن العلاقات مع تشاد ذات طابع خصوصي وتتميز بتطور مضطرد. حملت رسالة من السيد المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، حملت رسالة منه إلى السيد الرئيس إدريس دبي تتعلق بعلاقاتنا بين السودان وتشاد وكيفية تطويرها وكيفية الاتفاق على بعض المسائل التي تخص البلدين وفي نفس الوقت تخص أمن البلدين، وبالتالي كان الكلام في هذا الإطار. المقابلة التي حضرها وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي شريف محمد زين ثمن فيها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على متانة العلاقات مع السودان في المجالات كافة باعتبارها تحظى برعاية خاصة من قبل الزعيمين فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ونظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير. وأشاد المبعوث السوداني بالجهود التي ظلت تبذلها القوات المشتركة السودانية التشادية التي تمثل نموذجا للتعاون الأمني في الإقليم، مشيرا إلى أن السلام والاستقرار الذي تحقق على طوال الحدود المشتركة بين البلدين بفضل العمل الكبير الذي تقوم به هذه القوات التي جاءت بفكرة الرئيسين عمر حسن أحمد البشير وفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وصل اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برفقة سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو إلى مدينة أمجرس حاضرة إنذي الشرق للمشاركة في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية. وكان في استقبال الزوج الرئاسي بمطار أنجرس الدولي وزير الثقافة الشباب والرياضة والتنمية السياحية جبير يونس وبعض من أعضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين. عثمان عبد الغني إدريس. وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برفقته سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو مطار مدينة أمجرس، وبعد نزولهما من سلم الطائرة كان في مقدمة مستقبليهما وزير الثقافة الشباب والرياضة جبير يونس وحاكم إقليم نادي الشرقي وعدد من أعضاء الحكومة وعمدة بلدية أمجرس ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني والعسكري برئاسة الجمهورية وبحضور جميع غفير من الوفود الدولية والوطنية. ويصادف وصول فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى مدينة أمجرس نشاطات المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية الدورة الرابعة الذي استضافته مدينة أمجرس حاضرة إقليم إنادي الشرقي، ويستمر هذا المهرجان حتى 9 من هذا الشهر الجاري. بعيد مراسم الاستقبال والمصافحة مر فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بجميع الذين جاءوا لهذا الاستقبال والحاضرين في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.
هناك وفود دولية قادمة من دولة المغرب، تونس، الجزائر والنيجر، ووفود وطنية قادمة من مختلف أقاليم البلاد، ووفود أخرى قادمة من دول أخرى كدولة فرنسا. عقب ذلك هيأ فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وسيرة البلاد الأولى هند ديبيتنو المواطنين الذين جاءوا للاستقبال، خاصة سكان مدينة عم جرس. ومن ثم يتوجه فقامة رئيس الجمهورية إلى القصر الرئاسي بمدينة عم جرس. عقب الافتتاح الرسمي لفعاليات المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية أمس بمدينة عم جرس، فقد التقى الزميل أحمد أدم ببعض المشاركين فيه، حيث عبروا عن انطباعاتهم قائلين: في عم جرس فرحانين مالا بتتر انتظارات قاعدين معكم ما نعني نصرة في عم جرس عليهم صدر جادين هنا سويت جادين هنا نور جادين هنا سانتر دي جاد هنا في عم جرس. دونك عادات وتقليات شيء لنا الأمانة دونك دول كل جبناه، وأي زول قدر وصبا شيء اللي هو عنده في قلبه. شيء ده شيء عظيم، و اليوم شفنا شغل العجيب، عشان شنو بيجيب الويدة المقاطف بين الأبناء الأفريقيين والجو من آسيا ومن أوروبا، وشيء ده شيء عظيم وشيء تاريخي، لأن رئيس الجمهورية باخام الإدريس ديبي هيتنو هو بس الأساس المناسب الحيبة للمخرج. ونحن أتينا من المغرب، يعني أول مرة نجي لتشاد هو السنة هذه، وأتينا بالفولكلور البربري من المغرب عشان إن شاء الله نشهر هذا المهرجان ويكون معروف أكثر، ونشكر أهل تشاد كلهم على هذا التبادل وعلى هذه المنطقة، يعني ممكن تستورد جميع سواح العالم، يعني منطقة فيها مناظر أحسن شيء. ويعني لما شفت منطقة تشاد حتى على الطريق مثلا حنا جينا ممكن حول 28 ساعة، يعني أحسن شيء، منطقة طبيعية. ونتمنى إن شاء الله نرجع السنة الجاية لتشاد ويتو الزوار كمان، يعني تكتر مجموعة دول تشترك في هذا المهرجان. أنا جيت من تونس باش نكتشف الثروات الطبيعية اللي في تشاد، نشوف أن نتبادلوا العادات والتقاليد. فعلا أبهرت بتقاليد هذا الشعب، شكرا لهم على حفاوة استقبال. أنا معنا كل سنة نجي لتشاد بحول الله، أنا علي جمعية تاع إبل في تونس، واني باش نكون سفير للتشاد في تونس، باش نحث التوانسه بيجوا. العام المقبل ان شاء الله باش نجيب معي جروب توانسه معنا باش يشوفوا تشاد. عم جرس بلد الثقافات والعادات والتقاليد، عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا ما نسيناها. بحس السياحين الناس السواح الجو شافوا البلد انبسطوا بالشيء اللي فيه. نحن أصلاً أرض الصحراء، ناس الصحراء وناس الخيول وناس الجمال اللي هسه شفتون والخيول اللي هسه شفتون والأبغار اللي بيشوفون برضو، ده بس عادات بتاع بلدنا هنا. والجبال اللي هسه انتوا بيشوفوها، العادات والتقاليد دي كلها نحن ناس الصحراء وبنحتفظ بهذه العادات والتقاليد. ونشكر كل الوفود الجات اللي عم جرس على أساس انه يحتفلوا معنا في هذا العيد، لأنه نحن الشباب الصحراوي، وكما ترعون عنه لقيت في عيونكم وكيف في الجمال والخيون والحجانة والشباب، ونحن ناس الصحراء والجبال الحمراء والعشاب الخضراء والواديان البيضاء، وترعون كما ترعون في السنة الجاية بإذن الله تعالى. فيستيفال شغل انترناسيونال، العالم كله جاي يجي، وطبعا بلدك ناس من برا كله جاي يجي، ده انت واجب تجي عشان تأسستي تشوف شنو جاي يكون في بلدك، كما تأسستي ولا تعرفها. هسه أنا جينا ده ما شفناه خمام كتير، أول مرة جينا، لكن ما شاء الله أسستي بيك فرحانين إن شاء الله. كان هايين ده السنة الجاية كله كان جاي سود النجو إن شاء الله. أنا جيت في ريجونا برغازالي، ريجون كبير وريجونا سهلو سهريين، جيت مع دليقاسيون كتير عوينة ورجال وشباب
سونا لب شديد والله شبنا كسوق ده عديل ونحن نطلب عشان سنكم يديشون يبقي في رجوان أنا. الزميل آدم حسن المكاوي سلط الضوء على الفرق المشاركة في المهرجان والوقوف على مختلف ثقافاتها ورقصاتها الشعبية. نتابع. موسيقى ثقافة الصحراء هي كانت خير بداية لأول رواية للمهرجان الدولي للثقافة الصحراوية الدورة الرابعة، حيث كان حديث أبناء الصحراء هو المهم والأهم وسط تنوع ثقافي متعدد حمله المشاركون من عمق رمال الصحراء إلى مدينة أم جرس، فجاء من أقصى غرب شمال إفريقيا كنز صحراء المغرب. وليس ببعيد عن المغرب حيث تونس تجسد الفن والشعر الصحراوي. وجوه الصحراء تكلمني تخيل حبس جمال يحيني، رائحة الصحراء وعبق الماضي فرشت البساطة أمام أهل أرض المليون شهيد الجزائر هنا في مدينة أم جرس. وبرفقة كل هذا الموروث الصحراوي صاحب ثراء الثقافة التشادية المتنوع من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب المهرجان ليتحدث ويعبر عن ثقافة ما يقارب 14 مليون تشادي. القرية السياحية بمدينة أم جرس التي تحوي على كم كبير من التحف والأدوات المنزلية والقطع الفنية لمختلف الثقافات التشادية احتضنها معرض القرية الذي قام بزيارته وزير الثقافة والشباب والرياضة والسياحة وحاكم الإقليم حسن جنوبو والضيوف الذين أبدوا إعجابهم بالمعرض. حياة الارتباط بالصحراء هي العطر الذي يفوح في هذه الأيام بمدينة أم جرس، حيث إيقاع ونمط العيش يسير على نغم الموسيقى الصحراوية. تعتبر مدينة أم جرس حاضرة نادي الشرق من المدن التشادية الغنية بالتنوع الثقافي والسكاني. الزميل أحمد آدم عد الورقة التالية حول هذه المدينة. من واحة صحراوية صغيرة تحيطها المرتفعات من كل مكان عمرت مدينة أم جرس لتكون حاضرة لمقاطعة وادي هوور لإقليم إنيدي الجغرافي الواسع سابقا، وحتى 2012 فباتت حاضرة لإقليم إنيدي شرق. بلدية أم جرس شهدت تطورا حضاريا سريع فأصبحت اليوم مدينة تنافس مدن البلاد الكبرى. 3 أحياء كبيرة تتكون منها أم جرس تحوي على مختلف الجنسيات بالإضافة إلى التنوع المجتمعي للمدينة بجانب السكان الأصليين وأهل الإقاليم والمناطق القريبة. ما من هسه من زمان من جدودنا من أباتنا لهدي هسه ودارتما ما دار بلي عندنا ناس كمية في دارتما ناس كمية قاعدين في دار بلي عايشين سوا أخوان ورفوقنا نزباننا ما يجين سوا. نحن شعبنا دار تاما فرحانين من جانب الرئيس الجمهورية فخامة إدريس دبي إتنو ونعتبرو أم جرس بلدنا الثاني بالنسبة لدار تاما. نحن ده ذات نشوف وطننا الثاني. نحن ما جزء من سكان أم جرس لا نتجزو. التضامن والتلاحم والتكاتف الذي تحظى به مدينة أم جرس جذب الكثير من المواطنين على الرغم من بعد أقاليمهم وتجمعاتهم القبلية. من وتأكل كيرة أن كلنا بيعطوا الشيشة كل أننا جاين نلقوا هنا، لكن كل أي في بكان كل جاين. دينا هنا كل بنزة كل أننا كل نمشو في كين من بكان أي بكان وين في سوق وين أننا جاين نفهمه كل أننا ما إننا مشكلة. خارج حدود البلاد أيضا ذا عصيت التعايش السلمي والأمن اللذان صارا مقوما أساسيا لتطور مدينة أم جرس، وهذا ما شهدت عليه الجالية الكاميرونية المقيمة التي صرحت بأنها تعمل في مجال التجارة بكل حرية وسلام، مما دعاها إلى إنشاء تجمع للجالية الكاميرونية هنا بأم جرس.
مسؤولي بلدية أم جرس من ناحيتهم أكدوا بأن التنوع السكاني يساعد في تطور وتقدم المدينة. السياسة أنا كومين ده عايزين ده حيلة ده يتأمر وتعمير هنا البلد ده بلا الناس كل ما يبقى بلا كل قبائل ما ينفع يعني تمشي في أبيشة تلقى كل قبائل هنا جات أبيشة ماشي كويس تمشي تلقى في جمينة كل قبائل هنا جات وريجون في 23 ريجون هنا جات ده اي جاد ده هر يقدر يعيش فوقها. مدينة أم جرس التي كانت تعاني في السابق مشكلة تواصل الكثيرين معها نظرا لوعرة الطريق اليوم تملك مطارا حديثا يربطها مباشرة بأي مكان إلى جانب ميزة قربها لكل من الحدود السودانية والليبية. من تقرير الزميل آدم حسن المكاوي حول مدينة أم جرس ننتقل بكم إلى حيثيات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية حيث وصلت أمس وزيرة المرأة التضامن الوطني والأسرة أمينة كوجانا برفقة وزير التدريب المهني والترقية المهن أدم دانغاي نوكور وصل إلى مدينة فيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة 2018 وكان في استقبال محاكم الإقليم وسكان مدينة فيا. أشرق عبد الله. شهدت مدينة فيا حاضرة إقليم بوركو استقبالا حارا من قبل حاكم إقليم بوركو وسكان المنطقة بمطار فيا الدولي وذلك في إطار انطلاقة أنشطة الأسبوع الوطني لعيد المرأة الجادية دورة 2018 التي تحتضنه مدينة فيا. ومن ثم توجه الوفد إلى مقر الحاكم وخلال اللقاء شكر الحاكم الوفد الوزاري الزائر برئاسة وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة أمينة كوجينا ووزير التدريب المهني آدم دانغاي نكور جيت متمنيا لهم إقامة طيبة. وعقب ذلك تطرقت الوزيرة بكلمة مبسطة شكرت أهالي إقليم بوركو عامة وعلى هذا الاستقبال البهيج من أجل الاحتفال بعيد المرأة وكذا الانطلاقة أنشطة الأسبوع الوطني لعيد المرأة. وفي ذات السياق توجه الحاكم برفقة الوزيرة إلى القرية التي جهزت للاحتفال بعيد المرأة واليوم الدولي حيث توليت العديد من الكلمات من قبل عمدة مدينة فيا ورئيسة اللجنة التنظيمية كلاهما شكروا جميع الوفود المشاركة في الاحتفال بعيد المرأة. أما وزيرة المرأة والتضامن الوطني أمينة كوجيانا قالت بأن هذه المناسبة التذكيرية والتقييمية لمسيرة المرأة خلال العصور الماضية مشيرة إلى أن عيد المرأة تم الاحتفال به بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينة شيكاغو تعبيرا عن الظلم التي يمارس ضد المرأة حيث أن شعار هذا العام جاء تحت استقلالية المرأة الجادية تجدر الإشارة بأن هنالك معرض تراثي جهز لهذا الاحتفال. وفي نفس الإطار نظمت النائبة البرلمانية منصورة حمد نوري حملة توعوية لصالح نساء الإقليم ويدخل ذلك ضمن أنشطة الأسبوع. إشراق عبد الله الرحمن مرة أخرى. تولي الحكومة اهتماما بالغا بالمرأة الجادية لذا جاءت الندوة التوعوية التي نظمتها رئيسة المجموعة الإفريقية بمؤتمر البرلمانيات المسلمات في منظمة التعاون الإسلامي النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري ضمن الحملة التوعوية التي تزامنت مع الأسبوع الوطني لعيد المرأة دورة 2018 بهدف مكافحة الزواج المبكر ومعرفة الأضرار المترتبة عليها. وحيث أن المواضيع التي تم تناولها خلال الندوة زواج الفتيات دون 18 وغيرها من المواضيع التي تشغل المرأة. وخلال الندوة تداخل المحاضرون بكلمات جلها تنصب في إشكاليات التي تواجه المرأة في المجتمع وأضاف المحاضرين بأن الفتاة الجادية تتعرض للعنف والزواج المبكر واضطهاد الممارس ضدها ولذا يجب على أولياء الأمور العمل بالإرشادات التي تقدم لهم فيما يتعلق بمسألة الزواج المبكر وكذا ارتياد الفتيات إلى المدارس ودمجهم في الحياة العلمية طالبين من المرأة بإقليم بوركو عامة ونساء مدينة فيا خاصة إبراز دورهن في كافة الأصعدة السياسية ومشاركتهن في المشاريع التنموية. أما رئيسة المجموعة الإفريقية بمؤتمر البرلمانيات المسلمات في منظمة التعاون الإسلامي قالت بأن هذا المنصب يحتاج إلى بذل الجهود معا من أجل نجاح هذه المهمة التي أوكلت إليها. إندرا عندك وايد إندرا سو وايد غير
يخلي البلد ده ما جاي يهود. كان في بيتي، كان في بركو بس وهذا كان بيتي عن جنرال، كان في شاد عن جنرال، كان في بي عرف ده ما يجي مشكلة. في أسا زيتيك الأخريك لو ما يجي مشكلة في بوين أسا الذهاب الدول هاي فوق ده هو زواج البلد ده. أما مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالشؤون الاجتماعية تحدثت عن التعليم وأهمية الفتاة برسم خططها المستقبلية، بأن المرأة هي عنصر وأساس المجتمع، وقد اختتمت الندوة بعدة مداخلات من قبل حاكم الإقليم ووزير التدريب المهني والمهن الصغيرة وبعض النساء الإقليم. نبقى دائما بفايا حيث نظمت مؤسسة القلب الكبير سلسلة من الدورات التدريبية لعمال قطاع الصحة بمدينة فايا حضرة بركو بهدف رفع كفاءة في المجالات الصحية المختلفة. أحمد ياسين عبد الرحمن. بعد المشاركة الفاعلة لأعضاء بعثة مؤسسة القلب الكبير في فعاليات انطلاقة أنشطة الأسبوع الوطني للمرأة دورة 2018 واليوم الدولي للمرأة بمدينة فايا حضرة إقليم بركو، فقد نظمت بعثة مؤسسة القلب الكبير سلسلة من الدورات التدريبية والفنية للطواقم الطبية المختلفة بالمستشفى الإقليمي لمدينة فايا، حيث تركزت معظم هذه الدورات في مجال النساء والتوليد نسبة لأهميتهما والصعوبة التي يعانين منها النساء والنقص الحاد في بعض الخدمات الضرورية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية خارج مدينة فايا. وشارك في هذه الدورات عدد من الأطباء والمساعدين والممرضات وطلاب المدرسة الوطنية للصحة المتدربين بالمستشفى الإقليمي لفايا، إضافة إلى تحديد أيام للكشوفات الإكلينيكية والاستشارات الطبية وتقديم النصائح لبعض المرضى بالتوجه إلى المستشفيات فور الشعور بأي حالات غير طبيعية لتلقي العلاج قبل فوات الأوان. وفي ذات الإطار عقدت رئيسة الوفد ليلى ماي دي رايت لقاء ضم عددا من ممثلي الجمعيات المدنية والتجمعات النسائية بإقليم بركوه. وهنا في أنجمين ترأست عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبد الله أعمال الندوة العلمية التي نظمها اتحاد الجمعيات النسائية الناطقة باللغة العربية حول الأمن والسلم ومكافحة العنف الممارس ضد المرأة، وذلك ضمن فعالية الأسبوع الوطني للمرأة التشادية. محمد حسن أدم. تحت إشراف عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبد الله وبمبادرة من عضوة اتحاد الجمعيات النسائية الناطقة باللغة العربية بتشاد السيدة محاسن يوسف كوري، جاء تنظيم هذه الندوة العلمية تحت شعار السلم والأمن ومكافحة العنف الممارس ضد المرأة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة العام 2018. كما جاءت الندوة بمشاركة 4 من مراكز محو الأمية بالدائرة، حيث تناول العمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد تناول في حديثه أهمية ومكانة المرأة في الإسلام. أولا الإسلام أعطى حق المرأة وأعطى مكان للمرأة المسلمة في دين الإسلام. أولا ورد في الإسلام وفي القرآن بمعنى المرأة لها حقوقها ولها واجباتها ولها مكانتها ولها حق وعليها حق. ظلم المرأة بعدم التعليم، ظلم المرأة بعدم حقوقها، استقلالية المرأة، الإسلام كل هذه الأشياء حققها للمرأة. من ناهيتها راعية الحفل عمدة الدائرة الثامنة طلبت من أخواتها النساء الاهتمام بالتعليم من عجل المساهمة في بناء المجتمع. والمرأة ما فتشت حقوقها، ده زول بفتش لها ما في، وده الوقت تسأل فوقك كيف تمشي تتابعوا وتسأل حقوقكم، ده بدأ تفتشوا ما بعرفه كله بوصفه له ناس وزارة خاصك قاعدة عشان توصفه نادم يمشي يفتش حقوقه. كما تداخلنا العديد من النساء الحاضرات بأسئلة واستفسارات حول موضوع المؤتمر، ورد عليها الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. كما نظمت مساء أمس بلدية الدائرة العاشرة فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية مؤتمر النقاش نظمته اللجنة المنظمة لفعاليات الأسبوع الوطني للمرأة
دورة 2018 حول مختلف القضايا التي تهم المرأة. كان ذلك بحضور عمدة الدائرة العاشر محمد توم نويري ورؤساء الحارات والمربعات. عبد السلام حافظ. في إطار السلسلة المتواصلة ضمن أنشطة اللجنة الوطنية المنظمة للاحتفاء والتفاكر بالأسبوع الوطني للمرأة التشادية، جاء تنظيم المؤتمر النقاشي بين المعنيات ونساء وأعيان الدائرة العاشرة بمدينة جمينة تحت شعار مشاركة المرأة في المجتمع ووقف العنف الممارس ضد المرأة التشادية، حيث توالت مواضيع المؤتمر بعرض مفصل من قبل رئيسة البعثة محاسن يوسف والمرافقات من اتحاد النساء التشاديات الناطقات باللغة العربية حول أهمية تربية البنات ودورهن المستقبلي في المجتمع، وكذا المشاكل الزوجية التي سببت الكثير من الانفصال بين الزوجين. أما نساء الدائرة العاشرة المشاركات في المؤتمر تداخلنا بأسئلة ضمن نقاط المواضيع المعروضة، ووجهنا رسالة من أجل الاهتمام بتعليم وتربية البنات ومشاركتهن في الأعمال الإدارية والسياسية مع أعمالهن الاجتماعية. علينا بقى الصيدة الرجال هنا مظلومين، علينا بقى لنا ديبتا نبقى وانسيان نبقى ميران نبقى الظلم كان زورونا لا علينا ليلة ومها ما نقارين، لكن كرام الأرم يفا واي واي بل فينا قجارة فينا خجارة دي علينا منا بعض عمين مالا مرة كيف نكت كده حكمت كده راجل واي تلك كيف القبص. يعني أنا هنا مهم لينا تربية البنات، تربية البنات دي أنا هنا مهم لينا شديدا في جدة. ومن المنتظر رفع كافة الصعوبات والمعاناة التي تعيشها المرأة التشادية إلى سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو. وفي سياق متصل، نظم أعضاء جمعية شابات دار والداية العباسية بمركز المولى الثقافي محاضرة بعنوان دور المرأة المتعلمة في المجتمع، وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات الأسبوع الوطني للمرأة. حسن جدا. من خلال هذه المحاضرة العلمية تريد جمعية شابات منطقة دار والداية العباسية إبراز دور المرأة المتعلمة في المجتمع، كونها أم الرجال ومربية الأجيال وصانعة الابتسامة في وجوه الأطفال. وتدخل هذه المحاضرة ضمن أنشطة الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة عام 2018. نحن نركز على تعليم المرأة، وأريد أن أقول لكم أن المرأة ما بكانا لدي وبس. المرأة تستطيع أن تكون معلمة وتكون طبيبة وتكون مهندسة وتكون وزيرة. وقد قسمت المحاضرة إلى محورين، الأول كان للأستاذة زينب يوسف أدم تطرقت فيه إلى دور المرأة في المجتمع، مشيرة إلى بعض التحديات التي تعيق مسيرة المرأة نحو التنمية. أما المحور الثاني من المحاضرة والذي قدمته الأستاذة ثريا تيجاني كندل تحدثت فيه عن أهمية التعليم بالنسبة للمرأة. علم هذا التعليم يساعدها في معرفة الكون وفهم متغيرات الحياة والقوانين. هذا التعليم ينور عقل المرأة ويدعم فكرها ويحفز أفكارها، يساعد المرأة في أنها تكون عنصرا فاعلا ومبدعا. كما شهدت المناسبة العديد من الفقرات الثقافية من بينها مسرحية تجسد ثقافة وإرث منطقة دار والداية العباسية. أكد مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.